يعني يحصل على أرباح بشكل مستمر. فإذا بناء أو عمل المجموعة هو العمل المستقر. طيب احنا تكلمنا عن المجموعة الشخصية وقلنا نفصل في علاواتها، كيف تتدرج؟ تتدرج شوف مثل ما انت شايف المخطط اللي عندك. تصور لما كان معك 100 نقطة كانت 6%، لما كان معك 300 نقطة صارت 9%، وهكذا تبدأ تزيد نسبتك. كل ما زادت نقاطك صار 1000 صار 12%، صار 2000 صار 15%، صار 3250 صار 18%، صار 4500 صار 21%. أنت مؤهل حقيقة لأن تحصل على هذا الدخل الشهري إذا ظليت مستمر محافظ على هذه 100 نقطة، طبعا مع المبيعات المتراكمة ومبيعات أعضائك أيضا متراكمة، ستصل إلى هذه النسب العالية وتبدي تدريجيا تستفيد من هذه الشركة. طيب علاوة المجموعة النجمية قلنا تبدأ من 25، إذا شنو شرطها؟ شرطها أن يكون معك مبيعات ب 300 نقطة. أما طبعا 100 نقطة شخصية لا محالة، بالإضافة إلى 200، هذا 200 أما أنت تبيعها أيضا وتسجلها دايركت تحتك وتخلص، وهذا شيء مهم جدا على أن الماسيين يراعونه حقيقة، لا يبخلون وهم عندهم دخل بآلاف الدولارات يبخلون على أنفسهم بشراء المنتجات، وهي منتجات صحية ومثل ما قلنا في بداية المقدمة طريقك للصحة والثراء. فأنت يعني يمكن من أهم النعم الإنسان اللي الله ينعم عليه في هذه الشركة عندما يصير دخل أنه يستطيع أن يشتري هذه المنتجات بسهولة ويقدر يستهلكها ويستمتع بها. فحاول أن تشتري 100 نقطة حقيقة تحتك وعود أعضائك، يعني لما أنت دخلك يكون بال20,000 ولا 10,000 ولا 5,000 دولار ولا 2,000 دولار وتبخل في 200 و300 دولار عشان تشتري منتجات، كيف تطلب هذا من أعضائك؟ فبالحقيقة هذا الأفضل، تبقى مسألة الأعضاء اللي معاك نحققه فهذه بركة وخير، من ما حققه فأنت تكون في السيف سايد. طيب قلنا احنا الشركة ما راح تخليك، راح تعطيك خطط تعويضية راح نشوفه هنا من خلال هذا الجدول. يقول لك لو كان معاك عضو نجم واحد في خط مختلف واحد بالجيل الأول راح تحصل على ايش؟ 27%. طيب لو كان معاي 2، طيب راح يكونون ايش؟ وطبعا في هذاك الشخص ايضا مؤهلين، يعني هم